الجماهير ما زالت تتدفق هنا على الملعب من أجل هذه المباراة المرتقبة، واللي خطفت الأضواء في وسائل الإعلام واللي ينتظر منها الكثير. دقائق قليلة تفصلنا عن بداية هذه المواجهة، برشلونة سيقابل نادي أتلتيكو مدريد. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا، هذه أرق تحية من محدثكم فارس عوض من كمينة التعليق، أسعد بصحبتكم في أحداث القمة الإسبانية بين برشلونة الذي يستضيف أتلتيكو مدريد الضيف الثقيل جدا في مباراة تعد بالكثير، مباراة عودتنا على التشويق والجماهير الحاضرة كلها متحمسة للمشاهدة والاستمتاع بهذه المواجهة التي نتمنى بأن تكون على قدر التوقعات. ولا مع تشكيلة فريق البارسا في مباراة اليوم، تير شتيغن في حراسة المرمى، كونتي سيلعب إلى جانب كريستنسن في الخط الخلفي، غوندوغان سيبدأ بجانب ديون في خط الوسط، وفي الهجوم سيتواجد روبرت ليفاندوفسكي. على الشاشة تشكيلة أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك في حراسة المرمى، سابيت سيلعب بجوار هيرموسو في الخط الخلفي، ساول سيبدأ مع كوكي في خط الوسط، وفي الأمام جرينزمان سيبدأ مع الفارو موراتا. ماركوس يورينتي، مولينا، هجوم من أتلتيكو مدريد، لكن الخطورة لا تستمر بعد الآن وتنتهي المحاولة. نتكلم عن قيمة وإمكانيات اللاعب ألفارو موراتا في هذه المباراة، نحن نتحدث عن ثاني هدافي مسابقة، ما يعني خطورة وتهديد دائمة على المرمى بحثاً عن مواصلة التقدم نحو الصدارة. ضغط عالي لا يترك مساحات. أنطوان غريزمان يصل الكرة ويبعدها في هذه اللقطة. بتروح إلى جوان فيليكس. وصلت إلى غوندوغان. نجاح في تجاوز الخصم. ممتاز في الضغط العالي. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب يهتز الشباك للمرة الأولى في هذه المباراة. والآن نشوف الهدف من جديد. شاهد الإنهاء الرائع. تبادل الحقيقة. كان في ضغط كبير لكن بهدوء. وبدون فقدان التوازن دخلت الكرة إلى الشباك. لا نعرف فيما يفكر المدرب في هذه اللحظات، لكن بلا شك غاضب لتأخر فريقه في النتيجة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. ساول أكسل فيتسل، كرة بتصل ماركوس يورينتي. أتلتيكو مدريد يهاجم في هذه اللحظات. بالدي ألم مع ليفاندوفسكي. جواو فيليكس، شوف قطع الكرة الأخيرة، تدخل ذكي في اللعبة الماضية. أكسل فيتسل بتروح إلى سافيج. في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. في رأيي الجماهير ستكون راضية عن هذا المستوى الجيد حتى الآن. سجل هدف مهم لفريقه في التقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. ضربة بداية الشوط الثاني من اللقاء، البارسا تقدم هنا لكنها نتيجة غير حاسمة للانتصار. غريزمان يستخلص الكرة بشكل سليم. غريزمان وصلت إلى كوكي.
مرة أخرى إلى كريزمان. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. الكرة هي خارج الملعب بعد فشل اللاعب في السيطرة وتحكم الكرة. تغيير في صفوف أتلتيكو مدريد. تأمين الكرة هنا بالاستفادة من القوة البدنية. روبرت ليفاندوفسكي. والآن كرة لبرشلونة وضربة حرة. عرضية لا تمر من هنا. أكسل فيتسل. كرة عند أكسل فيتسل. مولينا. كوكي. ملعوبة إلى موراتا. كرة بتصني ماركوس يورينتي. يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق. فرانكي ديونغ. كريستنسن. ليفاندوفسكي. روبرت ليفاندوفسكي. الآن مع ليفاندوفسكي. أوريول روميو. من جديد إلى ليفاندوفسكي. تدخل في توقيت ممتاز لإيقاف الخطورة. أليكس بالدي. يا السلام على هذه الجماهير، انظر إلى المدرجات، استمع إلى الأهازيج، إلى التشجيع، شوف المعنويات كبيرة بالنسبة للاعبين في أرضية الملعب، دقائق قليلة تفصلهم عن النهاية، صاحب الأرض والجمهور قريب من الانتصار في هذا اللقاء. يسعى أتلتيكو مدريد لإدراك التعادل قبل أن ينتهي الوقت المتبقي. ماركوس يورينتي. دي بول. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي. ليفاندوفسكي. ولا مع رافينيا. فقرة نهاية مشاهدينا تأتي لتعلن عن فوز البارسا وحسم نقاط الثلاث. مواجهته كانت صعبة، الفوز لم يكن سهلا أبدا، كان ممكن يروح منهم في أي لحظة، لكن في النهاية تحقق المراد وخرجوا من نقاط الثلاث. ظهر بشكل ممتاز في مباراة اليوم، قدم عرض جيد وبذل مجهودات كبيرة كان لها دور كبير في تحقيق الفوز. ليس من السهل الظهور في الأوقات هذه صفات للشخصيات الكبيرة صاحبة الأثر على النتيجة، وهو ما حدث اليوم في تسجيل هدف الفوز.